هلو مستمعينا في كل مكان في العالم، معاكم زينة سليمان، شهرزاد، راديو موجة مرح، وبرنامجكم احكي يا شهرزاد. فليلتنا حتكون من حكاوي ديزني بالمصري، من رؤيتي وتأليفي سيناريو وحوار زينة سليمان. وأول حكاوي ديزني معنا بالمصري هتكون حكاية علاء الدين والمصباح العجيب. يا مسرور يا سياف، انزل بفاصل على السريع. راديو موجة مرح، راديو على هوانا. وكان يا مكان في سالف العصر والأوان، وصلنا في الحكاية إن راح الجني بيرد عليه ويقول له: عجبتك صح؟ علاء الدين: عجبتني جدا. بالله عليك صح؟ اه والله عجبتني بجد صح. ما خلاص يا هريدي، هختمها وابصم بالعشرة انها عجبتني. ممكن بقى تحقق لي الأمنية التانية، عايزة اوصل الأميرة ياسمين في ثانية. ومن باب مكتوب عليه باب خروج، راح الجني جاب منه كتالوج وقال لعلاء الدين: اختار منه الشخصية اللي تعجبك، أمير ولا وزير ولا تاجر كبير، وأنا حججها لك من غير تفكير. علاء الدين يقلب في الصور: إيه ده يا هريدي؟ ده كتالوج فساتين أفراح وفساتين سواريه. الجني يرد عليه: بجد؟ أصلا أنا جايبه من عند الكوافير. علاء الدين: طب شوف لنا كتالوج رجالي، أنا في زي معين في خيالي. وجاب الجني الكتالوج واختار علاء الدين أمير من ممالك القوط، متحاوط بفوق. وعلاء الدين ماشي في الفوق هو وبنجر، راح الدين الجني هريدي عيط وزمجر. الجني: علاء الدين سأله: مالك بس يا هريدي يا مفجر الدم في وريدي؟ عايز اروح معاكم، هروح معاكم واحرزكم. بنجر: هو احنا رايحين سيما تسالي ولا رايحين الملاهي؟ الجني عيط تاني: علاء الدين: في ايه تاني؟ اصلا انا ما رحتش الملاهي من وانا صغير. الجني المثير للشفقة ده: حاضر يا حبيبي هوديك الملاهي، وما صيفتش في الساحل. علاء الدين: من عيني هوديك الساحل حاضر، وما حضرتش حفلة العبر دياب. علاء الدين: انا شكلي بالحمى هتصاب. حاضر ان شاء الله لما نلاقي مصباح تاني يبقى يحقق لك احلامك واحلامي. ما تعملوش حاجة يا علاء الدين، رجعوا براد الشاي ده للتاي. الجني: اسكت انت، خدني يا علاء، خدني معاك، مش هعمل دوشة ولا اي روشة. علاء الدين: ما ينفعش تروح معانا بالمنظر ده. الجني: ماله المنظر ده؟ وه، مش ملاحظ ان لونك مختلف مثلا، مدي على ازرق خفيف وحجمك اكبر من العادي، وبرج الخليفه اللي لابسه فوق راسك ده وشنباتك للارض من غير توضيب ولا تهذيب. الجني: بجد؟ لا والله ما خدت بالي ولا لاحظت حتى. علاء الدين: عشان تروح معانا لازم تغير شكلك كده يعني، وفي اي مكان هتبقى ويانا. راح الجني تخفى في شكل الوزير جعفر، راح اتصدم علاء هو وبنجر، وقال وعلاء الدين قال له: ما ينفعش تتخفى في شكل الوزير جعفر. راح الجني غير شكله وقال له: طب كده ولا شكلي؟ طب كده ولا شكل الأميرة ياسمين؟ طب كده ولا السلطان قمر الدين؟ هريدي حبيبي اختار شخصية مش موجودة في القصة. راح الجني اتعنطر وتخفى في شكل هتلر. راح علاء الدين قال له: معقول هو شنبه غريب شوية، بس احسن من شنباتك اللي وصل للأرض ممكن تتبل من المية. ومشيوا هما التلاتة في موكب مهيب، خدم وحشم وهدايا وزهور توليب. وهما ماشيين بالموكب الجني فضل يغني بصوت مزعج ومريب ويقول: ويتسرسب بين ايدينا الزمان. علاء الدين يقطع ويقول: شكلي هرجعك الأمقم اليوم ومنه مش هتقوم، خلاص والنبي علاء آخر مرة. وفي قصر الوزير جعفر
اللي قاعد غبان ومزمجر بعد ما بنجر سرق منه المصباح، وفقد الأمل بعد ما كان في السما لاح، وفضل غضبان حتى الصباح لحد ما جه البغبغان عجوج وقال له: ما رأيك يا سيدي في الزواج من الأميرة ياسمين فتورث المملكة والملك والسلطان وتصبح سيدة المكان؟ الوزير جعفر يرد عليه: لأول مرة تقول شيئا يعجبني، فوالدها كبير في السن ومريض ولن يترك البلاد في حكم أميرة حتى لو كانت ابنته، فسيكون إقناعه بالزواج منها سهل، ولكن ليست تلك هي المشكلة، فهو كالخاتم في إصبعي بنظرة في عيون صولغاني، وسيقر ويؤيد الحديث ورائي وأمامي، لكن المشكلة في تلك العنيدة لن يكون إقناعها سهلا أبدا. وراح الوزير جعفر قصر الأميرة عشان يفتح معاها في الجواز سيرة. الوزير جعفر: كيف حال أميرتنا؟ الأميرة ترد عليه: لسه لسانك معوج وعلى الخلق مفروض. الوزير جعفر: هل هذا رد التحية كأميرة؟ الأميرة: وهيفضل كده حتى لو كنت وزيرة. الوزير جعفر: كعادتك عنيدة عند الصخر لكن العقل زخ. الأميرة: كفاية كلام عني ونتكلم شوية في اللي عملته في مملكة شيراباد، وبقوا أعدائنا بعد ما كانوا معانا على الحياد. الوزير جعفر يرد عليها: بأمر السلطان ستصبح شيراباد في خبر كان. الأميرة ترد عليه: وانت استنيت أمر السلطان لما دخلت عليهم بالناعم والحنجل والمنجل وبالأصول والدين، والمملكة هللت وقالوا ده نسخة تانية من أمر الدين، وضحكت عليهم بكلمتين، وفجأة طلعت بوشك التاني وقلت لهم شيراباد ده إرث أجدادي ومن آلاف السنين. الوزير جعفر يرد عليها: عزيزتي يجب أن تفرقي بين الدبلوماسية والسياسة. الأميرة ترد عليه: والفرق بينهم إيه؟ دم مش كده؟ ما يهمش دم البني أدمين، المهم تفرض سيطرتك وتبقى من العليين. الوزير جعفر: يجب على أميرة مثلك بهذا الجمال والرقة، أميرة تأسر النفوس والقلوب، أن تتحدث في مثل هذه الأشياء. يجب أن تهتمي بشؤونك الخاصة واعتني ببشرتك، وتأخذي حمامك الشمسي لتسكبي سمرة وتطلع على العالم بأفضل صورة، ودعي هذه الأمور للحكام الرجال فهم أدرى بها. الأميرة ياسمين: عجرفتك وتعاليك مش هيديمو، مهما حصل مش هناديك معليك. الوزير جعفر: هذا ليس ما جئت لأجله، جئت لأخبرك نحن سلالة واحدة، الأسر مختلفة لكن دماؤنا واحدة، دماء الملوك الزرقاء ذوي العظمة والكبرياء. ما رأيك أن نتزوج ونوحد الأسر ونقيم الأفراح والليالي الملاح، ولا نترك غريبا من ممالك أخرى يدخل مملكتنا ويأمر ويحكم في حالنا؟ الأميرة ترد: توحد أسرتنا والدماء ولا تستولى على العرش بدهاء. الوزير جعفر: لنكن واقعيين، السلطان قمر الدين حالته الصحية في تدهور مستمر، ولا أظن أنه سوف يكمل عامه حسب ما قاله الأطباء، فلندخل السرور عليه في أيامه الأخيرة ونتزوج وليطمئن عليك وعلى العرش. الأميرة ترد علي: أنت فكرني هبقى ورث من أجدادك زي شيراباد ولا من الأحراز، مش هتجوزك ومن الآخر وبإيجاز. الوزير جعفر يقول: عزيزتي لا أريد ردك الآن، خذي وقتك في التفكير فكل شيء بأوان. وهنا سكتت شهرزاد عن الكلام المباح، وللحواديت بقية. يا مسرور يا سياف، انزل بفاصل على السريع. موجة مرح، راديو يجمعنا.
وبسرعة بسرعة خلصت حلقتنا، لكن حوادثنا ما بتخلص. ما تنسوش تبعتوا لنا مواقفكم الكوميدية أو المواقف الكوميدية أو المرعبة أو الدرامية على صفحة احكي يا شهرزاد على الفيسبوك. ونسيبكم مع السلطانة والروقان وأغنية أمل حياتي لأم كلثوم.
اسمها غبنوة. بتقول لي حبي ما ينتجيش ما ينتجيش. خليني جنبك خليني